لان انا لما شفته على فيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات بديل اعشاء يوميا، انا ما فهمتوش. بصي حضرتك، التعويض اللي بتصرفه الدوله في حاله الوفاه في حادث بيبقى 10,000 جنيه للمتوفى. ال 100 جنيه ده يا فندم في حاله سقوط منزل او واحد خروجه من بيته فمطبخه مش موجود، بتدي 100 جنيه بدل اعاشه للفرد في الاسره في اليوم. يعني حضرتك قاعده ثلاث، حضرتك وزوجك وابنك خرجتوا بره بيتكم، مطبخك باظ، بندي حضرتك 100 جنيه وجوزك 100 جنيه وابنك 100 جنيه في اليوم علشان اعاشه، يعني هتجيبي بيهم وجبات لحد ما ترجعي مطبخك. يعني 500 جنيه في اليوم؟ لا يا فندم، ما هو ده المشكله في الصياغه الاعلاميه. 500 لو انتوا خمس تنفار يا فندم، عشان كده بنقول 100 للفرد في اليوم بدل اعاشه. ده مش تعويض يا فندم. اولا هو ما فيش ولا حاجه اسمها تعويض فيما حدا، لان لا ال 10,000 جنيه تعوض ولا ال 5,000 جنيه تعوض عن، حتى لو قلنا ان الثلاجه ولا البوتاجاز ولا الكنبه ولا الفرش اللي في البيت باظ، المساله بتبقى اكتر من كده، لان حياه الناس بتتعطل وبترتبك. الانسان اللي بنفقده ما فيش ملايين الدنيا تعوض ابن عن ام عن ابنها. فالامور بتختلط لما يلتقط الاعلام رقم ويذكره بدون شرح. حضرتك اول حاجه قلتيها يعني 500 جنيه للاسره؟ لا يا فندم. يعني 100 جنيه للاسره؟ لا يا فندم. يعني ده تعويض؟ لا يا فندم. احنا بنتكلم عن 100 جنيه للفرد في الاسره بدل اعاشه، اعاشه هنا اقصد اكل. لو حضرتك ثلاث افراد يبقى 300 جنيه في اليوم، لو حضرتك اربعه يبقى 400 جنيه في اليوم، لمده قد ايه؟ لمده ثلاث ايام. لان بعد كده ما اقدرش ان انا ادي للناس، يبقى لمده ثلاث ايام 100 جنيه في اليوم للفرد في الاسره بدل اعاشه. المبلغ اللي حضرتك بتذكريه بيختلف على حساب حجم الاسره، لو اسره من شخص واحد هتبقى 100 في اليوم في ثلاث ايام، يبقوا ثلاث ايام 300 جنيه. فاهمه قصدي؟